هعمل لكم فول بالثوم والكزبرة الخضراء. أول حاجة طبعا عندي الفول نفسه، عندي 4 كوبايات فول مدمس، عندي 2 كبار زبدة، 2 فص ثوم مفروم، 1/2 كوباية كزبرة خضراء، ملح وفلفل، كمون، وطبعا عندي عيش بعد كده للتقديم. طيب الفول ده مختلف شوية، الاختلاف اللي فيه ان احنا هنعمله زي الطشة اللي بنعملها للفتة. فاول حاجة عايزين نعملها ان احنا هنحط الفول نفسه على النار ونسيبه بقى شوية على النار يطرى خالص، وبعدين هنهرسه ونعمل مع بعض الطشة ونحطها عليه. تعالوا ننزل الفول الاول على النار. هنعمل طبعا السنة دي في رمضان بإذن الله طرق كتير قوي قوي للفول. هنزل أول حاجة على الفول ملح وفلفل، هنزله كمان زيت زيتون شوية مش كتير عشان هنحط تاني مع الثوم والكزبرة الخضراء. نقلب بقى كل ده. كل ما هتسيبوه على النار هادية فترة أطول كل ما طعم الفول هيطلع معاكم أحلى بكتير. حاولوا تعملوا تشتغلوا على نار هادية، وحاولوا كمان يبقى فيه مية كفاية عشان ما ينشفش منكم. لما الفول يسخن كويس هنهرسه مع بعض وبعدين نعمل الطش. الفول بتاعي خلاص ابتدى يسخن، تعالوا بقى نضربه. أنا مش هضربه كله، هضرب شوية منه وشوية الباقي هسيبهم زي ما هما عشان يدي قوام كريمي حلو، وفي نفس الوقت يبقى محافظ شوية تانية على قوام الفول. تعالوا نضرب منه شوية كده. تمام قوي، هتلاحظوا حتى ان قوامه بقى كريمي اكتر لما ضربنا منه شوية. فول المهروس بالظبط. تعالوا بقى نعمل مع بعض الطشة اللي هنحطها على وشه. اول حاجة حطها هي الزبدة، كده كفاية. الثوم، انا ما نزلتش الكمون، هنزل كمون على الفول 2 كبار تقريبا. اول ما الزبدة بتاعتي هتسيح، خلاص الزبدة بتاعتي ساحت، تعالوا ننزل عليها اول حاجة الثوم. مش هسيبه كتير على النار، انا مش عايزاه يتحرق، يعني مش هغمقه خالص، يا دوبك اول ما اشم ريحته هنزل عليها على طول الكزبرة الخضراء. تقريبا بقى مع بعض هلوة، وبعدين هننزلهم بقى على وش الفول. مش هسيبهم على النار كتير برضو لان انا مش عايزة الكزبرة تغمق، برضو انا عايزاها يا دوبك ريحتها تطلع مع الثوم وينزلوا على طول على وش الفول. كده تمام جدا، ننزل بقى بيها الفول ونديله تقليب. مش قادرة اقول لكم ريحته حلوة ازاي طبعا.